يعني انت اول ما وصلت لقيتها مقتولة؟ اي بابا اي، وانا بلا تفكير رحت قبل وسحبت السكينة بيدي. ظل الدم على هدومي وسوسن ظلت ميتة علقة. بس انت قلت زوجها كان موجود ورا انهزم. اي كان موجود، انا صحيح ما شفت وجهه بس عرفته من ملابسه، لان انا بنفس اليوم الصبح تعاركت وياه وهو كان لابس نفس الملابس. تدرين بابا كان التهمه ثبتت عليه بس لو ما هذا زيد شهد ضدي. زيد؟ اي هذا زيد كان بالمنطقه عند دكان. شنو؟ بس بالمحكمة قال ما شاف أحد غيري. شلون قدر؟ ما عنده ضمير؟ ما أعرف.